ازيكم يا جماعه؟ رمضان كريم عليكم يا رب، ويعود الايام بخير يا رب، ونخرج من الازمه اللي احنا فيها دي. احنا مستنيين دكتور كريم علي ان شاء الله يجوين معانا. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وعليكم وبركاته. انا بعت السلام لك دكتور سته كريم، ريكويست. انا بعت لك ازيك؟ ثلاثه عشان انت راجل كريم. حبيبي حبيبي اخبارك ايه يا دكتور؟ زي الفل الحمد لله. عامل انت ايه؟ اخبارك اخبار ايه؟ رومانيا ايه؟ عاصفه داخلين برج، عاصفه؟ ها، كود برتقاني والدنيا ناس قاعده في بيوتها. طب والجو ابتدى يبقى احسن شويه من الشتاء ده؟ يعني انت عارف حتى في الصيف يعني مطر يعني ما يتضمنش الجو هنا. انت فين زوابيع. دلوقتي؟ انا في القاهره في الزواب بيتي. زواب ايه؟ زواب زواب زوابع زوابيع. اخبارك يا ايه يا ربيع. دكتور؟ طب ضيعوا اللغة العربية. عامل ايه؟ زمان زي الناس الفل كلها الحمد لله كل عام. متشوقة لللايف ده بطريقة غير طبيعية، يعني شايفين اتنين صعب كان ان هم يكوميونيكيتوا مع بعض او يطلعوا في لايف مع بعض يتكلموا فيه عن توبيك كل الناس بتدور عليه، اللي هو النجاح والاهتمام بالذات وازاي الانسان يقدر ياخد الخطوات في حياته. فانا أكيد عجبتني الانيشيتيف من حضرتك على القصة دي وعلى اهتمامك بالموضوع، وانا شفتني اكسايتد في نفس اللحظة اول ما قلت لي يلا يلا على طول. ايه السرعة دي؟ الناس اللي ما تعرفش ان انا ومحمود ما تقابلناش في الواقع، بس يعني هو من اول ثانيه انا شفت الفيديو على الانستجرام ليه، يعني شفت كلمتين عرفت ان الراجل ده بيتكلم صح، الراجل ده في التراك اللي المفروض الناس كلها تمشي في التراك ده معاك مباشره. يعني احنا عايزين ناس كده حبيبي كتير يا دكتور، انت you have a vision، يدوا عندك للناس رؤية يعني لل حاجتين بالظبط عايزين نديهم للناس. وانت يعني انا حبيتك عشان انت مثال للحاجه دي. حاجتين في اي بلد في اي مكان ممكن تبتدي قصه نجاح، ما تستناش بابا وماما وظروف وعيش في امريكا ويبقى معايا مليون جنيه واتجوز واحده عندها مليار جنيه. لا لا، من مكانك في بلدك بظروفك تقدر تعمل حاجه. تاني حاجه، اوعى تمسك ستريم واحد للشغل، لو ما عند مش شغال في اربع خمس حاجات هتقع. في اهو يعني احنا دلوقتي في مثال عملي. انت هتفهم كلامي. انا عايز اوصل الفكرة اللي احنا عارفينها انا وانت للناس بقى الشباب الصغير اللي لسه طالع، لان محدش علمنا الكلام ده دلوقتي. غير ان احنا اكتشفنا ان لازم نهتم بالصحة، حاجتين يا محمود. اول حاجة، ما ينفعش يبقى ليك لاين ستريم واحد. يعني انا مثلا لو مش دكتور، ناس كتير قالوا لي اعتمد على اليوتيوب. لو كنت سمعت كلامهم فضلت معتمد على اليوتيوب مثلا. اليوتيوب دلوقتي ما بيجيبش اي دخل لان مفيش حد بيعمل اعلانات. طيب لو عامل افيليت، انت عارف ان افيليت امازون نزله من 5% بقى ل1%، عمل ديفاستيتنج. الناس اللي عايشه على افيليت امازون برضه حصل لهم كارثه لانه عايشين على الافيليت. الناس لو انا ما عملتش موقع وببيع كتب، كان لو الموضوع ده وقع الاثنين دول وقعوا كان ده مش هيشيل. لو الثلاثه دول وقعوا انا برضه دكتور. عشان كده بفضل ربنا احنا مأمنين حساب. حتى احنا لو احنا شباب صغيرين ما كناش نهتم، انما اللي يبقى عندك عيله واولاد وشركه او موظفين، الناس دي ماسكه في رقبتك. ما ينفعش تقع، ما ينفعش تسيب حاجه كورونا. طب انا دلوقتي شغال موظف او شغال دكتور بس العياده قفلت، لان يعني اي حد دكتور غير طبيب اسره قعد في البيت خلاص في كارانتين، او في كل واحد ما يشتغلش الا في المستشفى طوارئ واطباء الاسره عشان التحويلات بس. طب انا كنت هعمل ايه؟ لو انا عندي مهندس وشركه، طب وقفت هعمل ايه؟ لو انا عندي مجال واحد كنت هعمل ايه؟ ده اللي انا بقوله من سنين يا محمود. اوعى تخلي ليك مصدر رزق واحد، مش اوبشن. الناس فاكراها دي اختيار، يعني ما انا ممكن يعني ابقى لما افضى ادور. لا لا لا، ده غصب عن الواحد دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها لازم يبقى ليك اكتر من مدخل، اكتر من شركه او اكتر من مشروع او اكتر عارف من اللي مصدر حزنك يا رزق. دكتور في الموضوع ده ايه؟ اللي حزنك اكتر حاجه هي ان الناس اللي عندها اصلا القدره ان يبقى عندها كذا انكم ستريم هي الناس بالذات اللي ما بتسعاش ورا الانكم ستريم. يعني في ناس ما بتبقاش يبقى عندها كذا مصدر دخل، مش نتيجه ان هم كسله، نتيجه ان هم ما عندهمش من الموارد او من القدرات اللي تسمح لهم ان هم يوجدوا كذا مصدر دخل. الناس دي ممكن نراعي ظروفها، نتفاهم السيتويشن اللي هم فيه، لكن تلاقي واحد مدير بنك بتاع خريج جامعه امريكيه،
متعلم احسن تعليم، عنده احسن اكسبيرينس، بيتعامل مع العملاء احسن تعامل، وبيدير محفظه ماليه فيها استثمارات اموال كبيره جدا، وهو ده اللي تيجي تتكلم معاه يقول لك لا انا احب امشي جنب الحيط، انا راجل ما احبش الريسك، انا ما زودش المصادر. تقف قدامه يبقى بيصعب عليا، يعني انا بوقف بتعامل معاه في البنك اشوف قدرات رهيبه، نموذج حي لشخص يعمل بيزنس بطريقه ممتازه، ولكن الشخص ده هو اكتر واحد بيقول لك انا خايف، انا عليا قروض، انا ما اقدرش اعمل حاجه، انا عندي اسره، انا ما اقدرش اخد الريسك. هم دول بالذات الناس اللي تقدر تعمل كذا انكم ستريم ويبتدي البروجكت بتاعه. الناس هنا في مصر بالذات مش قايمه فكرها على فكره ان انا ازاي اطور من نفسي، هي قايمه فكرها ازاي اامن نفسي. يعني الناس هنا ماشيه على منهجيه مختلفه، اامن نفسي يعني ايه اامن نفسي؟ انا ابعد عن المخاطر، كل ما بعدت عن المخاطر حتى لو عايش بين اربع حيطان في حته عشوائيه انا تمام، انا مرضي، انا مبسوط بحياتي. ولما حد يجي يفكر في الاعلى الناس تقول له قول الحمد لله. طب ما هو الحمد لله برضو لو عليت، طب ما هو الحمد لله برضو لو نجحت، هو ليه لازم اقول الحمد لله على الظروف السيئه اللي انا فيها برغم ان انا في ايديا ان انا اغيرها؟ وهو ده المشكله اللي مواجه المجتمع كله، ان الناس ما عندهاش قناعه انها تقدر توصل لحاجه، انها تقدر تغير حاجه من حياتها، انها توجد مصادر دخل لنفسها. ناس كتير اكلم ناس، انا اعرف ناس عملت مشاريع بدءا من 500 يورو، من رقم صغير اللي هو 10,000 جنيه، في ابتدى جاب موتوسيكل صغير، ابتدى يأجره يطلعه دليفري، يطلع له 2000 3 زياده في الشهر على المرتب اللي هو بياخده، الدخل ده ابتدى يحوشه يعمل بيه حاجه ثالثه، يبيعوا برودكتس اونلاين. ناس كتيره جدا عندها قدرات انها تبتدي حاجه لنفسها، ده اللي بيحب ياخد الريسك، ده اللي مقتنع ان الرزق بتاع ربنا بيجي لك من عده مصادر، رزقك مش جاي من توظيفك بس، رزقك جاي من عده مصادر. وتاكيدا على كلامك الموضوع بفكره ان انا اوجد مصادر دخل مختلفه في وقت الازمه اللي انا فيها دي، هو ده اهم شيء. لولا ان احنا عندنا مصادر دخل مختلفه حاجات، يعني انا عندي مجموعه مطاعم موكاي، قفل كل الفروع، في اكتر من 800 موظف قاعد في بيته، عندي بيكي باربر، محلات قص الشعر شغاله 6 ساعات في اليوم، عندي محلات اكل الكلاب والقطط اللي هو ايجي بابي شغاله كويس وسانده الدنيا دلوقتي. ففي حاجات شغاله وحاجات نص نص وحاجات واقفه، وهو ده الازمه على طول كانت شغاله بهذه النمطيه. عشان كده بعمل حاجه اسمها بورتفوليو اوف انفستمنت، محفظه استثمار، المحفظه الاستثماريه دي هي اللي بتعرف تسندني ان انا اعيش طول السنه بنفس المتوسط. اوقات السيزون في العيد المطعم ما بيشتغلش، بس بيشتغل الحلاق، بيشتغل محل اكل الكلاب، وهكذا تفضل الدوره طول السنه محافظاني على دخل ثابت اعرف بيه اتوقع الانكم بتاعي، وبالتالي اكرر قرارات استثماريه اخرى تزود من مصادر دخلي كمان وكمان. فانا باكد معاك النقطه دي جدا يا دكتور. وعايز اسالك سؤال مهم جدا عاوزين نشرحه للناس، يعني عايز افهم، ناس كتير قوي مقتنعه ان النجاح ده فرصته محدده عند الناس اللي عندها موارد، يعني الفكر ده منحصر بس كل الناس تكتب لي كومنتس او اسئلتهم، طب انت راجل توفر لك تعليم كويس، طب انت راجل توفر لك سكن كويس واهل كويسين، انا واحد طالع في بيئه مش متوفر لي الموارد دي، ازاي فرصه ان انا اقدر انجح؟ انا عايز اسمع راي حضرتك في الموضوع ده. كويس، يعني انا كنت هاخد من كلامك حتى قبل ما تسال السؤال ده، في ناس بتسمعنا دلوقتي بيقولوا يا عم دي ناس مرتاحه، دي ناس يا عم معاها فلوس، دي ناس الدنيا يعني حظهم حلو. لا، الناس دي بالذات تسمع الكلمتين دول، احنا لا ابتدينا كده ولا في بلد ساعدتنا ولا في حد شخص وقف ورانا ولا وارثين فلوس، احنا كنا عاديين خالص، بس عشان طريقه التفكير اختلفت وطموح اعلى من الغير، ومؤمن ان لو انا مشيت في الطريق وقعت وقمت وقعت وقمت اخره الفشل ده هيبقى نجاح، فاحنا وصلنا للي احنا فيه. فاي حد هيسمع ظروفه مش مساعداه، انت اولى الناس انك تسمع، انا مش المفروض الناس الناجحه تسمعنا، ما هم نجحوا ليهم قصصهم، اللي المفروض يستفيد اللي ما نجحش، اللي متخيل انه مش هينفع ينجح، اللي متخيل انه في بلد فقيره، اللي متخيل انه ما كملش تعليمه، اللي متخيل ان الظروف صعبه، اللي متخيل انه مش ذكي. مفيش حاجه اسمها ذكي، مفيش حاجه اسمها حظ، في حاجه اسمها تشتغل كل يوم، في حاجه اسمها تحط حلم وتجري وراه، وتتعلم ازاي بالطريق الصعب، انك تقع فتعرف ان الطريق ده غلط، فتروح لطريق تاني، ما دام انت معكش فلوس تدرس بيزنس وتصرف على نفسك خلاص يبقى انت ما عندكش الا الطريق اللي احنا انا عن نفسي سلكته، الصح والغلط، اجرب مره واثنين وثلاث. دي اقول لك انا في البيزنس حكايتي، انا لما جيت اوروبا هنا ما اتعدلتش شهادتي، اوكي؟ فانا في بلد غريب روماني، ما انا معيش لغه رومانيه، لا مش معترفين باي شهادات، وهنا مش هينفع تشتغل من غير شهاده. فاعمل ايه؟ ابتديت اللي ببلاش النت، ببلاش وعند كل الناس، يعني ما حدش ما عندوش نت دلوقتي ما دام شايفنا على موبايل يبقى عنده نت. ابتديت اشوف بيقولوا ابيع حاجه على الانترنت، فعرفت الدروب شيبنج، اتعلمت دروب شيبنج، فتحت على اي باي،
ابتديت ابيع حاجات على ايباي، بعد 3 4 شهور بعت حاجه ب 2 دولار، 3 4 شهور قاعد 5 6 ساعات كل يوم اتعلم 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 واحاول واعمل الجرافيك بتاع الصور، محدش هيعمل لي جرافيك، فاتعلم الجرافيك الخفيف، احط الصوره، اتعلم الديسكريبشن، اشوف الناس عامله ايه. بعد شهرين ابتدى، بعد ما ابتدى ابتديت اعرف في علي اكسبريس. انا قاعد هنا في البلد لقيت في علي اكسبريس، عارف الماسك الطمي، لا مش الطمي، اللي هو الاسود اللي هو الاسود ده. لقيته بيتباع في علي اكسبريس بدولار، يعني هنا باربعه بالعمله اربعه. قلت طب ما انا اجيب 10 10 عشان ما أربعة يبقاش علي. اجمالي. جبت 10 جايبه بدولار، بعته ب 5 دولار، مجرد ماسك واعلان على الفيسبوك ببلاش. يعني في ماسك حطيت صوره النجر وينظف، وانا دكتور استخدمت الحته دي ان هو في مينرالز وهيطلع بيبي سكن. 10 اتباعوا، خدوهم مقاريب المدام، جبت 20، بقيت كل شهر عشان ما عنديش شركه بجيب باكت 10 في 10 في 10، كل يومين ثلاثه اجيب 10 في 10. تخيل لما انت تجيب حاجه بدولار تبيع ب 5 دولار، 5 أضعاف. وهكذا ابتديت تفتح اي باي، ابتديت افتح امازون، ابتديت اعلم الناس اي باي وامازون، وابتديت الموضوع يجري. عقبال ما رجعت للطب بعد سنتين بقى عندي دخل اصلا ثابت حوالي 1000 2000 دولار بس من البي، وانا قاعد اعمل طلبات بس. فانا ابتديت معيش لغه ومعيش خبره، بس ابتديت لان في فرصه وتعلمت الغلط. صحيح 6 شهور ما بعتش حاجه او 4 شهور بس، بعد كده في الاخر جت ومشيت. انت في اي بلد تقدر لو لقيت فرصة، أو مش لقيت فرصة، لو دورت هتلاقي الفرصة لو قعدت. قبل ما أخلص كلمتي، كلمتك صح، إن الناس، أنا أخت مراتي، أخت مراتي سي إي أو في شركة عالمية مالتي ناشونال، وهنا عندها الفرع، يعني شركة إيطالية في كل العالم، وهي الفرع ماسكة يعني السي إي أو بتاع هنا بتاع رومانيا، تاخدها مثلا 6 7 أو 8000 يورو كل، يعني على مرتين مثلا 15000 يورو في الشهر. اقول لها طب يعني اعملي بيزنس، اعملي انفست. لا لا لا، انا المهمه انا تمام، والدنيا مرتبي حلو وعايشه تمام، والعربيه يا ست اشتغلي حاجه، انت عندك دخل كبير، اعملي حاجه. انا دكتور، ما بشتغل حاجه تاني ليه؟ دلوقتي الشركه قفلت، دلوقتي قاعده تعيط، لان انت عارف ما دام الواحد عاش في ليفل معين حتى لو معاها صعب جدا ينزل منه. طيب لما واحد خلاص معيش، فجأة فجأة ما بقاش في فلوس، ما بقاش في دخل، لأن أنا بزرع في أرض غيري، بشتغل عند غيري. أينما كنت باللي تملكه، يا ابني هتتعلم في الطريق وهتستنى يبقى معاك قرش عشان تفتح مشروع، أنت هتفضل فقير عشان ما ابتديتش تعمل المشروع، مش تستنى لما يجي لك فلوس، ابتدي هتتعلم. والله ما كنا جاهزين لبيزنس ولا للميديا ولا جاهزين لأي حاجة، بس شوف احنا فيديوهاتنا في الاول كانت عامله ازاي وانت بتكلم الناس، شوف اول بيعه كانت صعبه ازاي وكسبت فيها قد ايه، وبص دلوقتي لما بقى اوتوميتد. فابتدي وانت من مكانك، هتلاقي في الطريق اللي هتتعلمه، انما طول ما انت قاعد هتعرف اللي انت محتاجه ازاي، هتعرف اللي انت السكيلز اللي المفروض تتعلمها ازاي، هتتعلم الصح والغلط ازاي، هتستنى لما تبقى غني عشان تشتغل في حاجه، هي ماشيه بالعكس، اشتغل عشان تبقى غني. خدت بالك يا دكتور، هتلاقي ان انت كل الكلام اللي بتقوله، ان انت بدايتك حتى في رومانيا كانت ما عندكش قدرات ان انت تقدر تثبت ليهم ان انت تعليمك كفء تناسب مع البلد ولغه تتناسب مع البلد، فكانت قدرتك ولغتك هي اكشولي اصرارك. يعني انت اخترت ان يكون اصراري في النجاح هو ده قدراتي اللي عندي، انا معيش حاجه في ايدي، لا معايا شهاده ولا معايا لغه ولا معايا اي حاجه غير ان انا عايز انجح، فاذا بقى سلاحي الوحيد اللي معايا هو قدرتي على زرع الاصرار في نفسي، ان انا واحد حاطط في دماغي بس انا عايز انجح، هجربها بقى عن طريق ترايل اند ايرور، اللي هي تجربه الصح واطلع بالغلط واعرف ازاي بينعكس عليا واتعلم منه، حتى لو خسرت فلوس بس انا طبعا متاكد ان تجاربي دي هتعلمني اكتر بكتير من اي حد تاني هيفيدني في حاجه. فجزء كبير من الناس خايف يقوم اصلا بخطوه الترايل اند ايرور دي، يعني اساسا هو ده مبدا الخوف بتاع الفكر المصري، امشي جنب الحيط. امشي جنب الحيط ده هدفه ايه؟ هدفه ان انا ما اعملش اي حاجه. هو الناس هنا مشكلتي ان انا بحاول طول الوقت اقنع الناس ان انت عندك من امكانيات ومن فرص انك تقدر تستغلها. كل الناس ما عندهاش المبدا بتاع فكره ان انا ازاي اقرا نفسي، حتى الناس بتبعت لك تقول لك ما عندكش افكار مشاريع. هو الموضوع تحس اللي هو ايه، ما عندكش حاجه دي تقولها، اللي هو ما عندكش حاجه نعملها. الموضوع انا ما عندكش حاجه اجيب منها فلوس. ما عندكش حاجه، يعني قول لي الطريقه اللي ادوس فيها على الزرار تلاقي الفلوس نزلت عليا عشان نقصر وتبقى انسان ناجح يعني. فانا الموضوع بستغربه جدا ان الناس
مش شايفه ان النجاح ده، فاكره ان النجاح ده طريق معين او اتجاه معين، ولكن اكشلي النجاح ده عامل زي عد كل الطرق تؤدي الى روما، كل الطرق تؤدي الى النجاح. انا عندي نجاح عن طريق مجال الطب، مجال البيزنس، مجال التشطيبات، مجال السبيتشنج، الكلام، حتى لما اجي اطلع اتكلم مع الناس ده في حد ذاته نوع من انواع النجاح واللباقه. الانسان الناجح ليه خصائص معينه، الخصائص دي لو موجوده جواك تقدر تنجح فيها باي مجال. يعني انا مش حلاق ولا بتاع كلاب ولا شيف ولا بتاع موتوسيكلات، وهما دول الانشطه اللي انا شغال فيها وناجح فيها الحمد لله. فده الحمد بيأكد لله. للناس ان انا اصلا النجاح مش بان انت تشتغل في حاجه في تخصصك، ولا ان انت تدور على مجال معين هو اللي هينجحك. انا كنت بثبت لنفسي اني قادر انجح في اي مجال مش بتاعي، ان النجاح ده مربوط بقدرتك انت، مش مربوط بالمجال ولا التخصص اللي انت داخله، مربوط اكتر بعزيمتك وارادتك انك تتعلم، بعزيمتك وارادتك انك تثبت نفسك. ناس كتيره جدا مش فاهمه المبدأ بتاع فكره يعني ايه عزيمه واراده واصرار. يعني ايه افضل نايم قاعد عمال احلم بالمشروع اللي انا بعمله؟ يعني ايه افضل نايم قاعد بفكر هو انا امتى هنجح واوصل والناس كلها تبص لي وتبقى فخوره بيا؟ انا الاحاسيس دي نار بتبقى جواك بتزقك لقدام، اتس بوستنج انرجي، بتخليك دايما طول الوقت عندك دافع انك تستمر حتى وانت شغال في اليوم 20 ساعه. انا كنت بوصل، انا عايز اقول لحضرتك ان انا ابتديت البيزنس بتاعي نهايه 2009، وده كان مشروع تخرجي اي جي بابي، اضطريت عشان اعمله ابيع العربيه والموتوسيكل اللي حيلتي، اللي انا قعدت 5 6 سنين شغال في بنك بحوش فلوسهم، العربيه والموتوسيكل دول عشان هم دول متعه حياتي. عشت في فرنسا 7 سنين، خريج جامعه امريكيه في باريس، رجعت مصر حسيت ان انا عايش حياه جميله جدا، وفي لحظه واحده حسيت وانا موظف في البنك بان انا بقدم اكتر بكتير جدا ما انا باخد. صح، انا تزرع شغال، لغيرك. انا مش بس بزرع لغيري، انا بزرع قد 10 ما بيزرعوا لغيري، وباخد قد اللي بياخده شخص. فحسيت ان بيصعب عليا نفسي، حسيت ان انا ممكن اعمل اللي بعمله لغيري ده قده 100 ضعف لنفسي، ويطلع النتيجة دي تقدر تخلي مئات الأسر تقدر تفتح بيوت رزق بسبب إن أنا عندي الله المقدرة ينور إن عليك. أشتغل. فعملت الخطوة دي وبعت عربيتي وموتوسيكلي، ولسه كنت بتحرك بتاكسيات وابتديت حياتي أحس إن أنا مستواي نزل جدا برغم إن أنا كنت أوريدي واصل اللي أنا عايز أوصل له. بس بدايتي دي هي اللي خلت إن أنا عندي القدرة إن أنا أبقى عندي مثابرة إن أنا أحافظ على الحاجة بتاعتي. يوم ما فتحت البيزنس بتاعي، يوم ما قامت الثورة، يا يعني الله، كان يوم الافتتاح قامت الثوره، سبحان الله. وقلت انا كل حاجه خلاص خططت لها وبعتها اتدمرت. اكتشفت ان كل حاجه جت بالعكس، الناس من الثوره خافت من ان الناس تهجم عليها في بيوتها وعدم اي الامان، كله جري اي طلب اوردرز لكلاب من بره بالاوردر اه من عن طريق اي جي بابي اللي انا فتحته. فكان تارجتي مع الشركه بره ان انا ابيع في السنه 20 كلب جاي من بره مستورد معاه شهاداته. بعت كل يوم في مدار الثوره من 50 ل 60 كلب. انت بتتكلم في حاجه عقلك ما يتخيلهاش. يعني لولا اول حاجه ان انا اقدمت على الخطوه ان انا جازفت وبعت حاجتي، تاني حاجه ان انا جازفت وفتحت المشروع في الوقت اللي فيه اضطرابات سياسيه ده، وتالت حاجه ان انت كان عندك اصرار انك تنزل وقت الثوره وتحاول تشغل البيزنس بتاعك. لولا التلات حاجات دول ما كانش البذره قامت صح اللي قام على اساسها البيزنس الكبير اللي بقى ليه عدد عشرات من الفروع دلوقتي ومئات من الموظفين، ومنه فتح مشاريع تانية كتير. فاللي عايز اقوله للناس ان فكرة اني جازفت واني بعت اللي حيلتي وان انا اقتنعت ان انا هنجح رغم اي ظروف، هو ده اللي خلاني اعرف اكمل واستمر. وهو ده لو لاحظته هو ده الكومن اللي ما بيني وما بينك، احنا الاتنين حسينا ان احنا في وسط ظروف احنا رافضينها، احنا عاوزين نثبت ان احنا ناس ناجحين في عز اي ظروف بنواجهها في اي مجتمع احنا فيه، اي دولة احنا فيها، حتى لو ما عندناش القدرة انك نستخدم لساننا ان احنا نتواصل. يعني في اكتر من ان الانسان مش ما عندوش المقدرة انه يتواصل، بقيت صحيح. بتتواصل بدوس الزرار على الكمبيوتر، تتواصل على النت، تتواصل بارادتك ورغبتك هي اللي تتواصل مع العملاء، عشان هم الناس هتشتري نجاحك مش هتشتري لسانك. صحيح وهو ده صحيح. اللي بيأكد كلامك بالملي في كل حاجة، يعني انا أنا حبيت أكد عليها. عايز أخد من كلمتك إن أنت في الثورة اشتغلت أكتر. بص يا محمود، بعد كل مصيبة وبعد كل كرايسيس عالمية بتظهر المليونيرات الجداد. دلوقتي في ناس كتير قوي بتشتكي إن في حصل حتى شركات الطيران ابتدت تقفل. هيطلع من المرحلة اللي احنا فيها دي اللي هيستغلها صح ويشتغل دماغه صح ويدور على الفرص صح، هيعمل فلوس عمرها ما اتعملت قبل كده بالحلال. دلوقتي عارف مين اللي بيكسب؟ الناس اللي بيبيعوا ماسكات هيعملوا ملايين، الناس اللي بيعملوا مطهرات هيعملوا ملايين،
الدكاترة اللي بيتكلموا على المناعة سوقهم دلوقتي بقى ايه؟ دكاترة التغذية مطلوبين في كل العالم. الناس دي دلوقتي اللي معاه فلوس كل حاجة هتقع، الأسعار الأراضي هتقع، البيتكوين هيقع، العملات عامة كلها هتقع، العقارات كلها هتقع. اللي معاه فلوس صغيرة دلوقتي ويشتري حاجة دلوقتي بالثمن ده، أول الكرايزت ما تخلص هيبقى مليونير بالفلوس اللي عملها من التجربة دي. ده برضو التفكير في الكرايسيس أو في المصيبة. مفيش حاجة اسمها مصيبة والله، ثم والله كل مصيبة في الحياة يطلع منها آلاف الفرص. يعني كانوا اتعلمت قصة إن في اتنين بتوع جزم نزلوا على جزيرة، لقوا الناس كلها حافيين، تمام؟ واحد قال أنا خلاص ماليش أنا شغال جزمجي، الناس دي كلها ماشيين على الرملة حافيين. إنما التاني علم الناس تلبس الجزم، فده بقى مليونير، وده بقى إيه؟ واحد من بقى مش الناس، هياكل. لأنه استغل الظرف، استغل المشكلة، استغل الموضوع. النقطة التانية الحلوة قوي، أنا ليه تواصلت معاك وليه أنت عاجبني قوي؟ عشان النموذج الجديد للنجاح نموذج زمان، الراجل التخين الإقطاع أبو كرش اللي بياكل طول النهار وقاعد يخدم وناس مستشارين، دي يعني شكل النجاح بتاع زمان. دلوقتي كل العالم، كل الستاندر بتاع النجاح ما ينفصلش عن بعض، بيلعب رياضة ومهتم بصحته، شكله حلو وأنيق، وشاطر قوي في البيزنس مهما كان عمله، وشاطر قوي في التسويق. الأربعة دول مش هتلاقي واحد دلوقتي ناجح بيتكلم إلا تلاقيه بيصحى بدري وبيقرأ كتب وبيلعب رياضة، الجيم مهم جدا، وليه وقت مع نفسه في التأمل، وكل شوية بيقرأ في مجال جديد ويفتح في مجال جديد. والله لو خدت الصفات دي هتلاقي كل العالم بلا استثناء الناجحين دلوقتي فيهم نفس الصفات. لو انت اي حد هيقلد الصفات دي هتهتم في جسمك، هتقرأ كتب، هتحاول تثقف نفسك، هتقرأ في التسويق والبراندنج، هتوصل تبقى زي الناس دي. لو تشبهت بالصفات هتوصل للأشخاص. انت ناس افتح كتير اي يا دكتور نائب، كاتبين دلوقتي عندنا على الكومنتس بيقول لك لما حضرتك بتقول على استغلال الظروف او استغلال الفرصه، شايفين ان الاستغلال ده فاكرينه انه معناها ان انا استغل حاجه الناس او استغل الازمات اللي الناس بتمر بيها، بس اكشلي في فرق ما بين الاستغلال وما بين ان انا استغل الفرصه. هو دلوقتي الناس ان انا استغلها مش ان انا اذي الناس، زي الناس اللي غلت اسعار الحاجه، زي الناس اللي استغلت الظروف وحاولت تنتهز الفرصة في انها تزود اسعار احتياجات الناس. انا ضد المبدأ ده، لا لا لا، ولكن مع ده ان انا اسمه قلة اوفر أدب واحتكار. لا لا، ده اسمه نصب. ناس كتير دلوقتي سواء أي كاتبة في التعليقات دلوقتي قدامنا فاكرين ان احنا بنحس الناس على انها تستغل لا، الظروف بالشكل اتعلم السيء ده، بيع ماسكات، فاكرين اتعلم كده، ما علم. فاهمين لا كده. لا لا، انا ما بقولش. طيب انت عندك حلين، يا تقعد تقول يا مصيبتي انا ما فيش حاجة الدنيا باظت وتقعد تعيط انت وعيالك، يا اما تشوف دلوقتي ايه اللي الناس محتاجاه وتعمله. وهتعمله ببلاش ولا ايه؟ مش فاهم. هتعمله بفلوس حضرتك. فانا بتكلم على يعني اللي بيبيع الماسكات لو باعها عملها كواليتي كويسه وبالسعر العادي، ده الراجل بيستغل. طب انا دكتور دلوقتي، انا دكتور اقول انا بستغل، ما اشتغلش بقى عشان الناس دلوقتي كلها عيانه ومحتاجه تسمع لدكاتره التغذيه، اقول بقى مش هشتغل بقى، مش هقول ولا كلمه من غير فلوس. لا، ما هو انت ما دام عندك حاجه تقدمها للناس في الوقت اللي محتاجينه فيه، انت الناس استفادت. طبعا بداية كلامي واخر كلامي وبقناتي، اوعى تبص ان انت تكسب فلوس. لو انت قدمت قيمة والله ثم والله فلوس هتيجي لغاية عندك، وانت هتقول انا مش عايز فلوس ويتحايلوا عليك يدوك الفلوس، لان انت صاحب قيمة، انت بتحل مشكلة او بتزود الارض قيمة، انت عملت حاجة محدش عملها، انت بتعمل حاجة بتتفنن فيها او باتقان زائد. فالناس هتجري وراك تقول ارجوك، لان اللي بيخدعوا كتير، النصابين كتير، اللي بياخد وما يديكش حاجه خالص، اللي يديك قيمه يعني قيمه قليله قوي بمبلغ كبير. لا، خلي عندك قيمه، حل مشكله الناس. مش احنا دلوقتي بنتكلم ازاي تبقى يعني فاينانشال ستيبل وازاي تكسب فلوس كويسه؟ اوعى تجري ورا الفلوس، اجري انك تحل مشكله عويصه، انك تحط فكره جديده، انك تزود قيمه. في ألف دكتور مليون دكتور تغذية ومليون قناة يوتيوب. أنا ليه الحمد لله ربنا كتب لي هذا القدر من النجاح؟ لأن أنا زودت قيمة، إن أنا بفهم الناس الطب نفسه. كل الدكاترة بيدوا الأدوية وخلاص، أنا عملت اللينك بين الطبيب والمريض، الفهم. فأنا لما زودت القيمة لقيت ناس كتير قوي 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 تسمع وعايزة كمان وكمان. فأي حتى لما أنا كنت ببيع في الإي باي، أنا زودت قيمة، بقيت أبيع مستحضرات التجميل،
بقيت ابيع كريمات البشره، بقيت ابيع الحاجات بتاعت الكوزموتكس، واقول لازم مثلا تاخد فيتامين كذا لكذا، في الديسكريبشن تحت حافظ على فيتامين د، مفيش حد بيبيع في اي باي بيكتب الحاجات دي، فانا زودت القيمه لمبيعات حاجات عاديه، فالاثنين مع بعض ابتدى المحرك البحث الناس تدور عليا اكتر، وابتدي اكتر، والناس تشتري مني اكتر، ويبقى خدمه العملاء عندي اكتر. وصلت؟ لازم تزود قيمه. فدلوقتي لما الايكونومي وقع في حاجات كتيره قوي انت محتاج بس تعمل فيها جهد بسيط هتكسب اضعاف، ده اللي بقول تاخد فرص، انما تقول لي لا انا ما استغلش حاجه الناس، طب اقعد في البيت بقى، يعني انت اللي خسران على فكره، غيرك هيستغل بالقيمه وبالاحترام وبالادب وبالذكاء، هو هيبقى فاينانشال ستيبل، وانت هتفضل تشتكي من البلد والظروف وتقول الله يخرب بيت الكورونا قعدتنا في بيوتنا. دي هي الفكره. المشكلة يا دكتور زي ما انت قلت كده ان خصائص الناس الناجحة كلها هتلاقيها بتتكرر ما بينهم وما بين بعضهم، كل واحد هتلاقيه عايز عنده هدف النجاح هتلاقيه خصائص شخصيته شبيهة جدا لخصائص اي شخص تاني اوريدي نجح. صح. مشكلتنا اكتر حاجة مش في الناس نفسها بل في الناس في المجتمعات اللي حواليا، يعني اهل الناس اللي موجودين اصدقائهم، ناس كتير قوي بتحاول دايما ترجعك لورا، دايما بيحاول يخوفك، دايما بيحاول يمسكك من القرارات اللي انت عايز تاخدها وتجازف بيها، وده مشكله شويه في الثقافه العربيه بصفه عامه، انها ثقافه بتدور على الاستقرار اكتر ما بتدور على استغلال الفرصه والبحث عنها والسعي وراء النجاح. الناس كتيره جدا اللي اتولد ناجح، يقول لك اللي اتولد ناجح من اهل اغنياء، يقول لك ده مولود في بقه معلقه ذهب. هو مولود، عندنا شويه امثال كده لو جيت رجعتها تحس ان احنا مجتمع فعلا عندنا خلل كبير إن جدا. فتك المير اتمسح في ترابه. بالظبط كده. فعندنا شويه حاجات لو بصينا فيها هنلاقي ان فعلا الثقافه بتاعتنا بتزرع جوانا نظريه انك تبعد عن المجازفه، انك تبعد عن السعي وراء النجاح، ان نجاحك هو ان انت تبقى مستور. كل الافكار دي هي اللي بتحاوط فكرك وعقلك وبتتولد عليها، سواء اتولدت في اسره غنيه او اسره فقيره، حتى الناس اللي بتتولد لاهاليها عندها مصانع وعندها محلات وعندها حاجات كتيره جدا، دايما الاب ليه بيحب ولاده يمشوا تحت طوعه؟ لانه خايف من المجازفه اللي ممكن تضيع جزء من اللي هو عمله، يعني حتى اللي وصل خايف لانه وصل بطريقه المنهجيه القديمه. اعرف ناس كتير، انا بعمل كونسلتنسي او استشارات لناس اصحاب اعمال كبيره، باجي اخش اجي ابص على البيزنس بتاعه اكتشف انه ناجح جدا، وصل للدرجات من النجاح ومن الاموال ومن الغنى ومن الثروات ممكن عقلك نفسه ما يتخيلوش، لكن تكتشف انه شغال ب 15 ل 20% من المقدره الفعليه اللي يقدر يوصل لها. ليه؟ لان الراجل ده بيتبع مدرسته القديمه، ولاده تخش تتكلم معاهم تلاقيهم كلهم مستائين من مناخ الشغل وما بينتجوش 10% من اللي يقدروا يعملوه، نتيجه ان هو مش عايز ياخد اي مخاطره ولا يجازف ولا يغير من الفكر ولا يطور ولا يعلم ولاده ازاي ينجحوا لوحدهم، هو بس عايز يمشي على النمطيه اللي اتعود ومشي عليها. فلو اتولدت على نمطيه التصنيع هتبقى عايز دايما تصنع بنفس الشكل والمنهجيه دي، اتولدت على كونك موظف عايز تطلع اولادك موظفين ومتامنين، اتولدت دكتور عايز ولادك دكاتره، اتولدت مهندس عايز ولادك مهندسين. ودي كارثه في المجتمعات العربيه، انك بتعتمد على ان نظره النجاح هي اللي انت وصلت له، مش طيب. برغم ان انت ممكن تكون ما حققتش 10% من اللي تقدر تحققه كنجاح. فهو ده المبدأ اللي لازم عقلية مجتمعنا، وبنصح كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي انها تبتدي تغير من فكرها ومن عقلها ان النجاح مش معناه ان انا اطلع اولادي دكاترة او مهندسين او اربطهم بمجال او تخصص معين، ممكن ابني يبقى ناجح جدا بانه يركب عطور ويطلع بفرفيوم يتباع اونلاين العالم كله يشتريه يبقى اشهر واحد ركب عطر في العالم. ممكن ده يخليه مشكلة تعليمنا، يعني احنا عندنا كارثة في التعليم في العالم كله، تعليم المدارس تعليم الجامعات ما بيطلعكش عندك القدرة على انك تقدر تحقق مصادر دخل وتنجح لنفسك، دايما بيطلعوك ازاي تقدر تبقى بتخدم غيرك. يعني لما بتيجي تكون في المدرسة، لو علموك في المدرسة ازاي تبتدي مشروعك، لو كان في مادة اسمها كيفية بدء مشروعك، المادة دي مش كانت هتغير من افكار ناس كتير وهتعلمها ايه الخطوات اللي محتاجاها عشان تقدر تدير مشروعها، ازاي تستخدم راس المال، ازاي تعين موظفين، ازاي تقدر تتحكم في راس المال العامل، ازاي تلف دورات راس المال، حاجات كتيره جدا، تعاملات مع الهيئات الماليه. لو انا اتعلمت ده وانا في ثانويه عامه مش كان هخرج منها عندي القدره والفرصه افضل ان انا اعمل مشروع لنفسي حتى لو كان برقم زائد، بس هيعلمني ازاي خطوات
ان انا ابتدي حاجه لنفسي وازود مصادر دخلي، طبعا كان هيحصل. ولكن النظام العالمي عايز الناس الناجحه تبقى لا تتعدى 5 6% من المجتمعات اللي في العالم، مش عايز الناس كلها تبقى ناجحه. ليه مش عايز الناس كلها تبقى ناجحه؟ لان لو الناس كلها نجحت هيحصل خلل في الغنى العالمي. يعني لما واحد يبقى معاه 50 مليار دولار وغني في نفس مجاله 5 6 تانيين، هيبقى معاه 10 بس، لانه الدخل هيتوزع على 5 6 غيره. 20% من الناس بيملكوا 80% من الدخل. صحيح ده مبدأ الاقتصادي، مبدأ 80 صحيح 20، ان 20% من الناس معاها 80% من الدخل العالمي والاقتصاد العالمي. طب تخيل ان ال 20% دول بقوا 40%، يعني خليناهم الدبل، هيخلي نسبة الناس الأغنياء واللي هتشغل ناس تحتها اكتر وهتطور في مجالات اكتر تزيد بمعدلات مهولة. ولكن صحيح الناس بيتزرع في فكرها انك تخدم غيرك، ما تخدمش نفسك، ما تعملش حاجة لنفسك وخليك ماشي جنب الحيطة، ما تتعلمش ازاي تبتدي، ما تفكرش اصلا انك تغامر. كل دي هي دي الحوائط، السد اللي حوالين الشخص اللي هو لازم يكسرها. انا عمالي اعمل فيديوهات اعلم فيها الناس ايه هي الخطوات والخصائص اللي فيك كرائد اعمال. يعني ايه ريادة الاعمال؟ ايه الفرق ما بين التاجر والبيزنس مان ورائد الاعمال ومدرس ريادة الاعمال؟ في حاجة اسمها تريدر، وحاجة اسمها بيزنس مان، وحاجة اسمها انتربرينور، وحاجة اسمها انفوبرينور. ايه هما الاربعة دول؟ التاجر هو اللي بياخد الموزة بجنيه ويبيعها للمستهلك مجرد في محل بجنيه وربع، ما عملش اي حاجة زيادة غير انه خدها من السوق وباعها عنده في محله وحط عليها ربع جنيه الفايدة. تمام البيزنس مان هو اللي خد الموزة دي وحط عليها لوجو وعمل لها كيس وخلاها شكلها حلو وحطها في المحل بدون ما يغير من شكل الموزة، فضل مخليها موزة زي ما هي. ده البيزنس مان، انه عمل للمنتج هوية شكل وخلى له براند وابتدى يخاطب بيه الزبون بمحل انضف شوية وليه باكجينج وبتاع، بس في الاخر هو بيبيع نفس الموزة ما غيرش من كينونتها. الانتربرينور او رائد الاعمال هو ده اللي خد الموزة وضربها في الخلاط وحط عليها لبن وعمل لها موز باللبن وحطه في باكج حلوة وسماها عصائر اولاد محمد الجميلة اللي بتخاطب عقلية العميل، اللي غير له من المنتج وحوله حاجة تانية. الموزة دي كانت بجنيه زي ما قلنا من الاول، الراجل اللي باعها عصير باعها ب 8 جنيه، صح والبيزنس مان باعها ب 2 جنيه ونص عشان عمل لها قيمه مضافه، والراجل التاجر مجرد انه جابها من السوق اداها لك حط عليها ربع جنيه. ده بقى رائد الاعمال، ده حطها وحط عليها لبن ضربها في الخلاط وباعها ب 8 اضعاف قيمتها، صح اكتر من ان كل دول كسبوه. طب تعالى بقى اقول لك الانفوبرينور. الانفوبرينور ده الشخص اللي عنده معرفه ودرايه بازاي يعلم الناس ازاي يبقوا رواد اعمال. ده بقى ما بيبيعش موزة أصلا، ما بيبيعش حاجة، هو ايوه فاهم إزاي الموزة بتتباع، جاب كل صح الناس فهمهم الموزة إزاي بتتباع وقال لهم عايز 200 جنيه. فالراجل ده صح ولا لأ؟ صح تمام يعني تمام ده بقى جميل أعلى مستوى ممكن الواحد يوصل له، إنه يوصل لحاجة اسمها انفوبرنور، أو اللي هو بيعلم الناس كيفية ريادة الأعمال ويتشارج. يعني انا عامل منزل كورس قريب هينزل ان شاء الله في خلال اسبوع 10 ايام. جميل الكورس ده هيبقى اونلاين، الناس هتخش تقدر تعمل بيمنت، يطلع لها فيديوز وكورسز عن كل حاجه تتعلق بالانتربرينور شيب او رياده الاعمال. ده ممتاز بيتعلم منه كل حاجه وبيقدر يدفع فيز بسيطه جدا زي كانه بيشتري وجبه من اي ماكدونالدز او من اي حاجه وبياخد بيها حاجه تفيده وتقدر تغير له من حياته. ده بقى الليفل اللي بكلمك عليه، انك توصل لمرحله الانفوبرنور، انك مش البيزنس بتاعك اللي بيجيب لك دخلك، ان لسانك اللي بيجيب لك دخلك، انك لما معلوماتك تكلم الناس معلوماتك. معلوماتك خلي بالك مش المعلومات بس، في ناس كتير عندها معلومات بس ما بتعرفش تستخدم لسانها ازاي توصلها، ولا عندها من الكاريزما ومن القدره على انه يقف ويشرح للناس بطريقه توصل لكل عقولهم وتوصل في دماغهم. فهو ده الكومن فاكتور او العنصر الكومن ما بيني وما بين حضرتك. ايه هو؟ ان انت متحدث لبق مع الناس، بتعرف تستخدم فيشل ديسكريبشنز وحركات ايدك واستخدامك لمعلوماتك في انك ازاي تبسطها، وازاي تستخدم نبرة صوتك انك تعلى في اوقات وتنزل في اوقات، وازاي تقدر تجسد الصورة بتاعت التوبيك اللي بتتكلم عنه انك حولته لشيء جميل. والدليل على كده انك دكتور وليس رائد اعمال، ولكن بتتكلم عن النجاح وبتتكلم عن ازاي تبتدي بيزنس وبتتكلم عن ازاي اغير من خصائص وشخصيه الشخص اللي قدامي. ده مش علشان انت دكتور وعندك معلومات طبيه، لا ده صح علشان انت عندك قدرات من ضمن قدرات النجاح اللي هي فيها الكاريزما والفيشل ديسكريبشنز وطريقه التعبير والتحرك الجسدي والكاريزما القويه. كل ده
خصائص هتخليك بقى استخدمتها في الطب، استخدمتها في اي حاجه في اي تتخيلها في مجال. سواقه السيارات هتنجح. وده اللي بنحاول نوصله للناس، انك حاول تطور مش من معلوماتك بس من الخصائص اللي تعرف تخليك تنجح في اي تخصص، صح اللي صح هي برافو عليك. الكاريزما واستخدامك للسانك، طريقه رؤيتك لغيرك واللي قدامك، طريقه تعبيرك عن نفسك واللي جواك بطرق صحيحه، طريقه التوناليتي استخدامك لصوتك، وامتى تقف وامتى تعلى وامتى تستخدم عينيك. كل الامور دي بتخلي الديل يتقفل. انا بعت فرانشايزز كتيره وتعاملت مع عملاء كتير جدا، يعني ممكن يكونوا عددهم اكتر من ربع مليون عميل دايركت كونتاكت ما بيني وما بينهم في كل رائع. البيزنسز. اكتر شيء اتعلمته او وصلت له هو ان انا بقيت افهم احلل رغبات العميل في 3 ثواني، وازاي اقدر البيها له في اسرع من ما هو يسالهاني. وهو ده بالظبط النجاح، النجاح انك تقدر تفهم عقليه اللي قدامك من غير ما يشرح لك هو عايز يقول لك ايه، تفهم رغباته وتوفيها له. معنى انه جالك المحل معناها انه عايز شيء منك، كونك انك فاهم دخلته من مفتاح عربيته، من الجينز اللي لابسه، من طريقه النظاره، من تعبيره، من اول كلمه هيقولها ومخارج الفاظه، عرفت وضعه الاجتماعي وعرفت تقيمه وتعرف قدرته الماليه وتعرف ازاي تتعامل معاه بنفس نهجه وطريقه تفكيره. هو ده السلاح اللي هيخليك تنجح في اي مجال، لانك عرفت تفهم عميلك. نو يور كاستمر، كي واي سي بروسيدجرز، مبدا اساسي الناس كلها لازم تبقى عارفاه، اللي هو فكره افهم وحلل عميلك علشان فهمك لعميلك في اي تخصص هو ده اللي هيجيب لك الفلوس وهيقفل الديل. احسن انسان في الدنيا اللي بيعرف يقفل الديل، مش اللي بيعرف يتكلم كلوزنج وبس. جاي صح؟ كلوزنج، هو ده، هو ده المفتاح في كل هي دي حاجه. التركه. اتعلم ازاي تبقى كلوزر. كلوزر ده يعني انت كده وصلت لمرحله النجاح. كلمني يا دكتور، عندكم في رومانيا او مينلي في يوروب، شايف ان فرصه نجاح رواد الاعمال زي عندنا في الشرق الاوسط، ولا شايف انها اعلى او اقل او ايه بالظبط؟ لا بالعكس، عندكم هنا احسن احسن يا وحود، عندكم عشان انا اتفق طبعا. عندكم ما فيش ناس كتير، ما في اي حد. بص زي في مثلا عندنا بيقولوا اللي هو ما بيشوفش كويس بوسط الناس اللي ما بتشوفش خالص ده بريليانت. فاحنا دلوقتي الناس الفكر ده مش موجود عند شباب كتير، فاي حد هيظهر هيبان قوي وهيبقى عنده فرص كتير قوي وهيبقى سباق في مجالات كتير قوي. بالنسبه للحته اللي انت قلتها ان التعليم، تخيل خلي بالك للاسف مع احترامنا لكل الاساتذه، يعني المدرس هو شغال موظف فلا يمكن يعلمك العمل الحر. دي نقطه لازم انت تاخد بالك منها في التعليم عندنا، دي نقطه. النقطه الاولانيه، تخيل يا محمود احنا متسيستمين انك تعيش اجمل ايام حياتك في الجامعه لغايه مثلا 22، وبعدين تشتغل شغلانه لغايه 60 سنه، تبقى مستني الويك اند ومستني العلاوات ومستني الاعياد عشان ترتاح، وامتى يوم الاثنين اكتر يوم صعب عليا في الاسبوع او الحد، سواء الحد في مصر، وامتى الويك اند يجي، افضل مستني ابقى سعيد في الويك اند وفي الويك اند لغايه ما ابقى 60. بعد 60 الامان يوصل لي ان انا اخد المعاش اقضيه بقى عندي سكر وضغط وعندي الدنيا كلها ومعاش ربع مرتبي. تخيل احنا هي دي الدايره اللي علموها لنا في مصر، دي الدايره اللي انت بتتكلم عليها، هي دي الدايره اللي الناس العوام او الناس العاديه اللي ما سمعتش الكلام، اللي ما سمعتش كلامنا او ما خدتش بالها من الدايره اللي هم فيها دي، بيدخلوا 60 سنه ولسه ما عملش حاجه، خلاص منتظر يطلع على المعاش عشان يرتاح. تخيل هترتاح ايه وانت عندك 60 سنه ولا 65 سنه؟ هترتاح ايه وانت مستني حياتك مأجل السعاده كل الاسبوع لغايه الويك اند ما يجي، مأجل اجازه السنه او راحه السنه او الوقت السعيد بتاع السنه لما الصيف يجي تاخد اجازه للعيال. انا يعني ده ضد الفطره وضد المنطق وضد العقل وضد الواقع، ان المفروض تعيش حياه سويه. النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، العوائق يا حمود اللي انت اتكلمت عنها، وده هلحم فيها باوروبا ومصر. العوائق اللي في المجتمعات بتاعتنا في رايي اصعب، بس عشان كده اللي بيعديها اقل وانجح. يعني انت في مصر انجح مني انا في اوروبا. ليه؟ لان انت عديت على كام عائق صعب قوي اثقل شخصيتك اكتر واكتر. خوف من نظره الناس، هيقولوا ده فاشل، هيقولوا ده ضيع مستقبله، باباك ومامتك انت مجنون يا ابني، تسيب وظيفه ثابته ومعاش وتامينات عشان ترمي نفسك في الميه ويا جات يا ما جاتش، ولو انت عييت محدش هيصرف عليك. فانت عديت العائق ده. واحد. اتنين، انك لما تقع نظره الناس
ما بيتقبلوش الفشل او يقولوا ده فاشل، ما بيعترفوش ان ده جزء من النجاح، وانك مادام فشلت يعني انا قربت من النجاح خطوه، ومادام فشلت يبقى انا جربت حاجه مش هجربها تاني، ومادام فشلت دي التجربه الحقيقيه اللي هتوصلني اليوم من الايام للطريق السالك للنجاح. هما مش في دماغتنا كده. دي العقبه الاولانيه، الخوف. تاني حاجه الخوف من بكره. احنا علمونا في بلادنا ان احنا نخاف من بكره، ان بكره دايما اللهم اجعله خير، ان شيل لليوم الاسود. لو انت شلت لليوم الاسود هتشوف اليوم الاسود. يعني انا دلوقتي، وخلي بالك هنا حتى انا مراتي فيها، يعني بالرغم ان هي ايطاليه بس ليها في العقل الشرقي شويه، تقول نشيل ده لليوم الفلاني، هو ممكن يحصل كذا وكذا، تفترض الاسوء. اقول لها عمر ما اليوم السيء هيجي، انا بشتغل وبعمل السيفنج ال 10% زي ما اي حد فاهم، لازم اي دخل من دخلك تشيل 10% تفتح مشروع تعمل انفستمنت، حاجه صعبه جت قدامك. انما مش لازم على فكره في حياتك تيجي مصايب. لو انت مستعد، لو انت لم تستعد للفشل فانت فاشل. انا عملت الفيديو ده من حوالي اكتر من سنه ونص. يا ابني استعد للفشل، لانك لو ما استعدتش كده هتفشل. انما انا دلوقتي مثلا، دلوقتي الناس كتيره بتعيش فشل اقتصادي، انت كنت مستعد له ولا لا؟ انت بتقول انا عامل لي 2 3 لاين، يبقى انت مش هتفشل مع الناس اللي فشلت، صح؟ دلوقتي الاكل مثلا مصيبه مرض، لو انت محافظ على صحتك تروح الجيم وبتشرب ميه كويس وفيتامين دي ومعادن فيتامينات خضار فاكهه، الناس لما يحصل لها وباء فشلوا صحيا، انت فشلت ولا صحتك ومناعتك تعدت الليله دي؟ يبقى انت تعديت الفشل وتعديت اليوم الاسود. ليه؟ لان انت مش توقعه. ما تتوقعوش يا حبيبي، ما تتوقعش الشر، ربنا مش هيبعت لك شر. لو انت توقعت الشر هتلاقيه، لو انت توقعت يوم اسود هتلاقيه، لو توقعت المرض هيجي لك، لو توقعت الفقر هيجي لك. انما اعمل ايه؟ دايما فكر ازاي ابقى اغنى، الفقر هيبعد. زي تريزا اللي هي الام، تريزا اللي هي عارفها انت، ست كبيره كده في الفاتيكان بتنصح العالم وللسلام، تقول اوعوا تتكلموا على الفقر، كلموا الناس على الغنى. اوعوا تحاربوا الجوع ولكن زودوا الغذاء. الست فاهمه، الست دي على فكره. طب حضرتك، هي يعني مش عايزه ابقى فقير، هي عايزه ابقى غني، صح؟ لا مش صح، ومش هي خالص. وزي بالظبط رقم 6 و9 بالانجليزي، واحد شايف 6 وواحد 9، النتيجه مختلفه تماما. اوعى تنتظر الوحش، ولكن اعمل انك تامن نفسك قوي، مش عشان الشر، عشان انت تستحق الافضل. انت ودي برضو هاخد من كلمتك، مش معنى ان انا في وضع الحمد لله ومية مية، طبعا ارضى عن وضعك اللي انت فيه 100%، ولكن اوعى ترضى تستمر فيه يوم واحد كمان. حقك، مش انت راضي عن اللي انا فيه؟ الحمد لله انا راضي قوي، بس انا هل ربنا شرط عليك ترضى انك تفضل في نفس مستواك؟ لا، ربنا امر بالطموح وقال فسيحوا في الارض، صح؟ من بلد لبلد. الملائكه يوم القيامه هتقول للناس احنا كنا مستضعفين، هيقولوا لهم الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ مش كان ممكن تسافر من بلد لبلد، من وظيفه لوظيفه، من مكان لمكان، من هوايه لهوايه، من مشروع لمشروع، بتشتكي الفقر ليه؟ اهو الملائكه هي بتقول ما الفرص كتير، وربنا بيقول فامشوا، يعني اتحركوا يا بني ادمين، اتحركوا اهو. فانت في مكانك انت، ما دام العوائق دي عديت الخوف وعديت سوار المجتمع، والله بالظبط يا محمود هي بالظبط الناس كلها عايشه في منطقه مخنوقه قد كده، وفي دخان. الدخان اللي بره ده يا حبيبي هو الخوف من الفشل، الخوف من التجربه، حب الامان، الخوف من راي الاهل، خوف من نظره المجتمع، الخوف من الايام الصعبه اللي هتيجي. وانا مش زي ما انت بعت حاجاتك، وانا اشتغلت ابيع اذبح فراخ لمده سنتين في مجزر لغايه ما ابتدى يبقى معايا فلوس. الناس خايفه تعدي الدخان، لان انا بعد الدخان يا محمود انت شايف حياتك ازاي، وانا بفضل ربنا فاما بنعمه ربك في حدث احنا احسن من ناس كتير قوي في سننا. الحمد لله. ليه؟ لان احنا عدينا الدخان. عدوا يا شباب الدخان وانتوا صغيرين، ابوس ايديكم، ما تستناش زي تبتدي تنجح وانت فوق ال 30 يا ابني. انت ممكن والله انا اعرف ناس يا محمود عنده 33 سنه بس مش في مصر، عمل خلاص، عمل 4 5 مليون دولار وقال خلاص كفايه انا بقى انتربرنور وخلاص انا كده استمتع بقى. 33 سنه، 33 سنه انا كنت لسه معيش الماجستير، تخيل. فيا شباب ابتدوا بدري، اطلع عيش يا ابني، ارمي نفسك في الدخان، ارمي نفسك من الناس اللي تقول افشل مره واثنين وعشره، المجتمع يقف قدامي، ابويا وامي مش مقتنعين بيا، بدل ما بتعملش حاجه غلط اتعلم وجرب وروح واسمع فيديوهات واقرا كتب، عدي يا ابني مرحله الدخان، والله ثم والله
انا فاكر كلمه قالها داروك، واكيد انت سمعتها، داروك لما قال في لقاء، انا في مره كنت معايا معيش الا 7 دولار بس، كنت مؤمن بحاجتين، ان انا يعني فقير قوي، والامر الثاني ان انا عمري ما هفضل كده. فوعد الناس بيقول لهم على الشط الثاني بنفس اللفظ، الشط الثاني انا مش عارف مستنيك ايه، بس اوعدك مستنيك حاجه حلوه. انا كنت بسمع الفيديو ده وانا في اقل درجات حياتي. هو دي فتره الدخان، هتتعب وهتتبهدل وهتقوم وتقع، والناس هتتريق عليك، وحتى اهلك مش هيؤمنوا بيك، ومحدش هيؤمن بيك الا نفسك، وهتبيع اللي وراك واللي قدامك، ومحدش هيشوف اخره النفق النور الا انت، وانت اللي تفضل تعيط لوحدك، وانك توصل انك تبيع تتبرع بالدم عشان تاكل. كل ده عادي، كل ده الدخان، كل ده الدخان، مجرد الناس ما خايفه خارج من تخش في الدخان. مرحله الدخان دي يا دكتور. ايوه الناس خايفه، ادخلها. الناس ما عندهاش الجرأه يبين لك ان هو راجل رامبو وهيركليز ويقدر يستحمل وانا بشقى وبتعب، لكن تحطه في أسوأ ظرف من الضغط والمعاناه بان هو لا يحاول ينجح في طريق نجاحه. لا والله سوري انا اسف، الحاجه دي ما بقدرش استحملها. دي بقى ما بتخشش جوه عقلي، يعني بيحس ان هو بيتكهرب. انا ما اقدرش استحمل القدره على ان انا اواجه الدخان اللي هيقدر لازم يبتدي غصب عنه في بدايه اي مسرح، حتى في بدايه الشو بيبيعوا له ليه دخان في الاول، عشان عشان دايما البطل هي دي يزهق. البدايه بالظبط. البطوله والنجاح بيظهر ما بعد الدخان، ما بعد العناء، ما بعد التجربه اللي ممكن بسببها تغير من كارير حياتي كله، تغير من فيوتشر بتاعي. ما انا دايما في الجمله اللي بحب اسمعها وبقولها دايما، هي لو انت اتولدت في اسره مش غنيه خلي اسره غنيه تطلع منك. الله يعني الله لو انت الظروف حطيتك في انك اتولدت الاب والام فقراء وما سمحت لهمش الظروف ان هم ينجحوا ويبقوا اغنياء، حاول تخلي من نسلك اسره ناجحه وغنيه تطلع منك. تمام تكون انت البدايه، لان كل نجاح ليه بدايه. فلو فضلت تتوارثوا الفشل وتتوارثوا الفقر وتسلم كل جيل يسلم جيل، بقيت انت دورك عامل زي الفيروس. الفيروس هو بيعمل ايه؟ هو جيل فيروس بيسلم جيل تاني بيخش جوه الانسان عشان يتكاثر، فتكاثره هو اللي بيزود من ضعفك ومن وهنك. وهو ده بالظبط الفشل. الفشل الاهالي اللي فشلت بتحاول تخلي ولادها يفشلوا من غير ما يكونوا قاصدين، ايوه بالظبط هم بالظبط، مش هدفهم عارفين. نجاحهم، ولكن عارفين فاكرين ان بطرقهم واسلوب حياتهم هو ده اللي هينجحهم، ولكن هو ده مصدر الفشل. فانا بقول لكل واحد انه ما يبصش لاهله، ما يبصش لمجتمعه، يبص لنفسه واحلامه. ناس كتير بقت عندها يأس، ما عندهاش حلم، ما عندوش هدف اصلا قدامه. بيبعتوا لي ناس كتير قوي رسائل يقولوا لي انا ما عنديش اي رغبه لاي حاجه، انا ما عنديش طموح، انا ما بفكرش في اي حلم عايز احققه. اول مشكله عندنا هي ان الانسان ما يبقاش عنده رغبه وطموح وهدف لتحقيق حلم معين هو حاطه في دماغه، لانك سعيك انك توصل لازم تكون في هدف عايز توصل له. لو انت بتسعى ومش عارف تسعى له ازاي ولا تحقق الهدف ده ازاي ولا توصل لحلمك ازاي، يبقى المكونات كلها بتاع معادله النجاح الفورمولا بايظه. فناس كتير ما عندهاش الخلطه الريسبي. الريسبي دي اللي انا عايز اقوله، ان سر النجاح مش محتاج تقراه في الكتب، وخلطه النجاح مش محتاج تعرفها من ان انت تبقى واحد بيقولك اعمل واحد اتنين تلاته فهتنجح. لا بالعكس، كل اللي نجحوا لما تيجي تكلمهم تلاقي ان تجربة النجاح والريسبي بتاعها بالملي واحد، بل اختلفت العناصر بس لكن المكونات كلها واحدة. الناس دي كلها كانت رافضة الواقع الأليم اللي هي عايشة فيه. الناس دي كلها كان عندها طاقة وإرادة غير طبيعية تبحث عن الفرص. الناس دي كلها كان عندها من المثابرة من الاهتمام انه كل يوم يفكر ويحلم بحلمه اللي عايز يوصل له، وهو نايم وهو صاحي وهو في كل وقت، وما بيبخلش على شغله ونجاحه وجسده بأي شيء. الناس دي دايما بتطور من قدراتها في فهم غيرها وفهم أسس النجاح. الناس دي في الآخر هي اللي بتقدر تبص لها وتقول ده شخص عينيه مطلعه شرار، حتى بيقول عليه ده عينيه كلها طاقة، ده مش عارف إيه. كل الناس دي فعلا بتلاقيه واقف، أنت في فيديوهاتك يا دكتور وأنت بتتكلم الناس مش فارقة أنت بتقول إيه معاها، اكتر من ان الدكتور كريم بيتكلم لانه بيطلع بوزيتيف انرجي غير طبيعيه. فايا كان اللي بتقوله فهو بيوصل وبيثبت، ومش بس بيوصل وبيثبت، لا ده كمان الناس بتحب وبتستنى انك تعمل حلقه جديده علشان الطاقه اللي عندك، الطاقه بتوصل من الشخص للاخر، طاقتك الايجابيه دي بتوري ان انت انسان ناجح وعايز تدي الناس النجاح. ناس كتير فاكره انها لما تقتني وانها توصل لمرحله النجاح ان انا اداري على شمعتي. يا
يقول لك داري على في ناس كتير كده، في ناس كتير ليه بقى كدا. ليه بقى ليه فكرهم كده؟ الناس علمتنا ان غيرنا هيبص لنا بحقد، فبالتالي اصحاب الاموال والناس الناجحه بخلوا على الناس بنجاحهم، بخلوا على الناس بمعلوماتهم، بخلوا على الناس بالطرق اللي ادت لنجاحهم، فبقوا يمنعوا الكلام ويقولوا ان هم وصلوا وازاي نجحوا. لكن احنا جينا جيل جديد ابتدينا نفهم انه من احنا نوصل كيفيات النجاح وطرقه لغيرنا ده بيزود من نجاحنا، لان احنا نجاحنا معتمد على نجاح غيرنا. نجاحنا يعني هل الناس كل ما اغتنت وزادت فرصة نجاحها في المجتمع هل ده هيأثر على كل واحد مننا؟ طبعا انا واحد هيجيلي لو ناس ناجحة زادت هيجيلي جوه مشاريعي ناس اغنى اكتر، تصرف فلوس اكتر جوه مشاريعي، ناس تبقى عندها قدرة شرائية اعلى، ناس هيبقى عندها قوة شرائية او قوة صرف انها تدفع لي فلوس مقابل استشارات او مقابل كورسز بياخدوها او قص شعر او اكل كلاب او اي حاجة. في الاخر الناس انا مصلحتي ان انا نجح الناس، لان في الاخر نجاحهم من نجاحي. ناس كتير مبدأها حاول تخلي اللي قدامك فاشل وانت بس اللي تنجح عشان تتميز، ابخل بمعلوماتك وبنجاحك عن غيرك. وهو ده الفكر الشرقي الكارثي. احنا اكبر متحدثين في العالم هتلاقيهم مش شرقيين، اللي هو توني روبنز وناس كتيرة جدا تقال جدا في المجال بتاع تعليم الناس كيفيات النجاح وكيفيات الوصول وريادة الاعمال، كلهم اجانب. ليه ما طلعش حد بارز في الشرق الاوسط؟ عشان احنا من جزء كبير من ثقافتنا انك ما تعلمش حد، انك تبخل على ناس بالمعلومة. يعني اهلك بيعلموك، لما الاقي اهلي لما يجي يلاقوني مثلا منزل بوست عن افتتاح فرع من فروعي، تتصل امي بيا، تتصل تقوم تشبه انها هتبكي، تقول لي يا ابني داري على شمعتك ما تظهرش المحلات، او لا لو ما ظهرتش المحل هيشتغل ازاي؟ يعني هيجيله العملاء ازاي؟ طيب اعمله محل سري، اعمله سر، تقول لي يعني ما تظهرش المحل بتاعك على ان هو الناس كلها تشوفه، او لا يعني انا اخلي مين يشوف الجزئيه معينه اعرف افلتر نفسيات الناس. فالفكر ده اختلف خالص خالص. بس انا بحيي حضرتك على فكره انك عرفت فعلا توصل رسالتك بطريقه مظبوطه وتحقق نجاح باهر. فكر تاني، هو فعلا فكر تاني، فكر تاني هو نهج واسلوب حياه مش تخصص معين، لا هو تغذيه ولا هو طب ولا هو نجاح ولا هو رياده اعمال، هو فكر تاني بيوصل للناس كيفية انك تخرج بره بوتقة العقل المنغلق، بره بوتقة العادات والتقاليد والثقافات القديمة اللي قفلت من كينونتي كإنسان، اللي خلتني بقيت واحد منعدم القيمة. الناس بتبصلي دايما وانا ببتدي، لسه منزل فيديو عن الموضوع ده، ناس وهي بتبصلي دايما وانا ببتدي على اني فاشل، فبتقعد تحبطني. ولما ببقى في نص الطريق ما بين النجاح والفشل كله ما بيهتمش بيا ولا بيديني اي نوع من انواع الاهتمام ولا التفكير فيا ولا الدعم، لانه شايفيني لسه ما وصلتش ولسه لا انا فاشل ولا انا ناجح. ولما بنجح كله بيحقد عليا وبيكرهني. اللي انا اكتشفته ان الناس لا هي مش معاك في اي مرحله، لا في مرحله بداياتك ولا في مرحله النص والسعي ولا مرحله الوصول. فانت كل اللي عليك انك تصفي نيتك وتعمل الصح تجاه الناس، هتلاقي النجاح جاي لك لحد عندك، عشان الناس هتقرا انك من جوه صافي ونيتك خير وانك هدفك فعلا افاده الناس، فالناس هتفيدك. واحنا لو طلبنا من الناس، لو انا طلبت من الناس كل الناس تخش تتفرج على برنامج فكر تاني، هل الناس هتستفيد؟ هتستفيد. هل انت هتستفيد يا دكتور؟ اه هتستفيد. طب لو الناس دخلت محلاتي قلت لهم كلهم يا جماعه روحوا المحلات بتاعتي، قصوا شعركم هناك وروحوا مطاعمي، الناس هتستفيد بانها تقصلها قصه جميله؟ اه هتستفيد. وانا هستفيد. يبقى اذا كل ما احنا بنفيد الناس، الناس هتفيدنا. الناس لازم تقتنع بده، ورواد الاعمال والبيزنس مان الناجحين في كل مجال مختلف عليهم انه يطلعوا يعلموا الناس، لانه ده دور مجتمعي ربنا حطه جواك، وربنا حط في الناس اهميه انها ازاي تسعى وراء العلم. كل خطوه بيخطوها الانسان في اتجاه العلم كتب الله له خطوه تجاه الجنه. يعني معناها ان الانسان بيسعى وبيلاقي قصاد السعي ناس بتديله المعلومه وبتفهمه. هو ما فيش سعي بوزيتيف ونيجاتيف، واحد ماشي اتجاه العلم وواحد بيقرب بيدي الناس العلم. لو الناس اللي بتدي العلم ابتدت قافله على نفسها، واللي بيسعى اتجاه العلم ابتدى يرجع لورا ويقعد في بيته، العمليه الطاقه مش هتشتغل. الطاقه العلميه اللي مستديمه ما بين الناس العلماء اللي بيدوا الناس المعلومات والناس اللي بتتلقى وبتسعى لاستقبال المعلومه، هيبعد التو بولز عن بعض، فبالتالي الطاقه هتقف، لا هيبقى فيه بوزيتيف انرجي ولا نيجاتيف انرجي ولا تعليم، فكله هيقع، فمجتمعاتنا هتنهار. ليه سمونا عالم ثالث؟ عشان البوزيتيف والنيجاتيف انرجي عندنا بتحاول تتباعد عن بعضها
بتوارث الاجيال، بتقول لاولادك داري على شمعتك، بتقول لاولادك لما يكون معاك فلوس او ما ابتديت تقولش غني تبقى لحد، ما ناجح تقولش ما لحد. تقولش لحد عشان ما تتحسدش، بتقول لاولادك ما تثقش في حد وتمشي وراه، ده مش هيعلمك، ده هيضحك عليك، ده هينصب عليك، اوعى تقول لحد انت معاك كام ولا هتبتدي ايه ولا مشروعك. حتى الاي بي سي في بدايه اي مشروع هي ان انت تعمل حاجه اسمها راندوم سامبل او تيستنج، تسال اللي حواليك ومعارفك، انا بفكر اعمل سوبر ماركت، رايكم ايه لو ابتديت بالمنتجات دي، راس المال ده، فتاخد راي الناس اللي حواليك مشروعك هينجح ولا لا. الناس اللي حواليك بتقول لك اوعى تقول معلومه لحد ما تبتديها. طب افرض انت ابتديتها ودفعت فيها فلوس كتير وطلعت راي الناس فيها ان هم مش عايزينها ومش محتاجينها، يبقى لازم تتكلم عن رغباتك، ما ينفعش طول الوقت ما تثقش في حد، ما ينفعش طول الوقت بتخاف من حسد الناس، ما ينفعش طول الوقت تبقى خايف على شمعتك، لازم تفكر انك تبتدي تقدم على انك انت اللي تغير الكينونه، انت اللي تغير الثقافه، وعشان كده هنعلم من دول العالم الثالث لدول العالم الثاني لدول العالم الاول إن شاء نتيجه الله طبعا. ثقافه المجتمعات. الغنى هو غنى النفس وليس غنى الاموال، الناس عندنا في بلادنا فقيره من جوه مش فقيره في الفلوس، وهو ده اللي بيخليها فير عندها العقل، فقر داخلي فقر بالظبط، فقر عقل. عقل وفقر النفس، فقر نفسه عنده جوه عدم رضا، وعنده جوه عدم راحه نفسيه، وعدم وجود احلام ولا سعي، وعدم رضا عن اللي وصله، وعدم رضا عن الفقره، وعدم رضا عن الظروف اللي عايش فيها. هو الرضا والضمير هم دول محور مجتمعنا. انا عايز اقول لحضرتك ان اكبر كارثه بواجهها جوه مشاريعي هي الضمير. عندي الاف الموظفين، نسبه اللي عندهم ضمير تتعدى على الصوابع، ناس كتير بتشتغل فقط عشان تعيش يوم بيومه، ما عندوش ضمير انه يحلل القرش اللي جاي له تجاه انه يعمل بيه حاجه تغير حياته ويدي ضميره تجاه الشغل اللي بيعمله، الضمير منعدم، الحلم والطموح مش موجود، فهو ده بالظبط اللي محتاج فكر تاني. ادينا بقى يا دكتور فكر تاني. عندي قريت كم ملاحظه كده. اول واحد، ينفع يا دكتور ابتدي عند ال 40؟ هرد على السؤال ده، تبتدي ولا 40 ولا لا؟ بس موضوع الدخان اللي انت فيه واللي انت قلت لازم تعدي على الفتره الصعبه، على فكره ده مقصود، مقصود انك يتحط في طريق النجاح ان يبقى فيه دخان وفي ايام صعبه وفي ايام تقف لوحدك وفي ايام ما حدش يساعدك عشان تعتمد على نفسك وتتعلم حاجه جديده وتؤمن ان الطاقه من جوه. ده مقصود ان الايام تبقى صعبه جدا عشان حمل يا حبيبي النجاح. والله النجاح اصعب من الفشل، الفشل بيقضي يومه بيومه، انما النجاح ده طول الوقت تخطيط، وطول الوقت بيطور في امكانياته، وطول الوقت بيشوف احسن حاجه يقدمها، وطول الوقت شايل هم انه ينجح ويكبر اكتر واكتر. فعشان يبقى عندك القدره، يبقى عندك عضلات، لازم تروح الجيم وتشيل حديد. الدخان بتاع النجاح والفشل هو ده اللي بيبني العضلات بتاعت النجاح. لو انت ما شفتش ايام صعبه نجاحك هيقع، زي الناس اللي خدت اللوتري كلهم بقى فقراء، زي اللي طالع والده غني قوي وما تعبش وما تعبش نفسه وما تمرمطش بيخسر كل اللي والده عمله. ليه؟ لانه ما عداش اتعلم في الدخان او في الطريق الصعب، ما خدش مبادئ النجاح في الفشل. احنا بنتعلم النجاح فين وانت فاشل؟ انا ما بتعلمش من النجاح، ما نجحت ايه وخلاص، فين فين اللي اتعلمت؟ بس بشعر بالسعاده بالنجاح، ولكن انا اتعلمت النجاح فين؟ ايام فشلي. اتعلمت ان انا اعتمد على نفسي فين؟ ايام ما كنت لوحدي. اتعلمت قيمه القرش امتى، وان انا ابقى شاطر في القرش امتى وانا معيش ولا مليم. وصلت؟ فانا عايز مش الناس تخاف من مرحله الفشل، ده انت تجري عليها، ارمي نفسك يا ابني في الفشل، افشل كتير قوي عشان تنجح وتعلى قوي. اتعال افشل بزياده عشان تاخد خبره اكتر، عشان تاخد من الدخان ده، لما يجي لك النور تعرف تتحكم بقواعد النور. بعد لو انت تحكمت في قواعد الفشل او دايره الدخان اللي حوالين دايره الراحه بتاعتك، لو اتعاملت معاها كويس هتوصل للنجاح. النقطه الثانيه، توصل عند 40. طب انت عندك حل تاني؟ طيب ما عندكش يعني يا دكتور انا بقى عندي 44 سنه، في امل ابتدي؟ طب ما فيش امل، هتعمل ايه؟ هتقضي عمرك وتموت كده؟ تفضل 50 60 فاضل لك، يعني قول المتوسط 65 سنه، فاضل لك 25 سنه، هتعيش 20 سنه في نفس الموقف ان انت مش راضي؟ طب ايه مستني حياه تانية؟ هي ليه الناس بيعيشوا كانك بتعيش كذا حياه؟ يا حبيبي هي حياه واحده على فكره، لازم تستغلها. ومش معنى ده يا عم العمر واحد، مش معنى انا جازف، لا العمر واحد يعني عيشه صح. العمر واحد ان انا اكسب على قد ما اقدر كل يوم، العمر واحد يعني كل يوم يفرق، كل يوم لازم اتعلم حاجه عشان هو العمر واحد، عشان انا ماليش الا حياه واحده هعيشها، يا تعيشها صح
يا تعيشها زي الناس ما هي عايشه وتبقى اسم لا زود حاجه ولا اضاف قيمه لنفسه ولا لبلده ولا المجتمع ولا لدينه ولا عمل اي حاجه. انت ربنا ما عملكش خليفه في الارض عشان حضرتك تروح وظيفه تشتغل عند ناس تاخد المرتب تروح تقعد في نتفليكس وتاني يوم نفس النظام. هو ده ربنا ما خلقش عشان كده، ربنا خلقك اعظم. فابتدي من 40 50، ابتدي 50. بالعكس لما احنا ابتدينا في العشرينات ما كانش عندنا الخبره اللي عند حضرتك وانت عندك 50 سنه، ده انت عندك خبره انك تفهم في الناس، عندك خبره انك عندك معرفه اكتر مني، عندك خبره ان في تعرف تطلب المساعده من مين. عندك 40 سنه انت عندك ثروه اسمها 40 سنه، مش عمر ضاع 40 سنه، عندك 50 سنه عندك ثروه 50 سنه معارف وتجارب واحساس وايام صعبه وايام سهله. ده انت توصل في سنه واحده. الشباب الصغير عشان يتعب عايز له 10 سنين او 7 سنين عشان يعمل اول مليون، 7 سنين شغل. فانت ممكن تعملهم في سنه واتنين لان انت عندك الحصيده اللي فاتت، مفيش حد عمره راح حضر. ال 50 وال 40 سنه اللي فاتوا عندك خبرات، بس انت دور فيهم، دور في اللي انت اتعلمته من الايام اللي فاتت، دور على الوحش، عرفت الوحش فلازم تجرب الحلو. فحتى 60 سنه يا اخي، 60 سنه لو انت اشتغلت وابتديت تعمل حاجه، الراجل بتاع كنتاكي ابتدى نجح وعنده 62 سنه دلوقتي، يعني مات ملياردير. كلمه امي الله يمسيها بالخير كانت دايما تقولها لي، انا كنت بشتغلها كان عندي كام؟ 35 سنه، ما عملتش اي قيمه في الحياه، يا دوبك معايا ماجستير وفي الجامعه بدرس في الجامعه واخد مرتب الجامعه وما عملش اي حاجه، يا دوبك كده موديل، كنت موديل اعمل اعلان وخلاص، ما فيش اي قيمه، ماليش قيمه في الحياه، ما زدتش الارض. اقول لها وبعدين يعني انا عايش كده بدون اي؟ قالت لي ممكن تعب السنين يتعوض في سنه. وفعلا انا فضلت اتعب لغايه 43 سنه، من 43 سنه ل 44 سنه كل اللي انتوا شايفينه ده حصل. رزق ربنا بتاع السنين ممكن يجي لك في يوم، فانت عندك 60 سنه ممكن يبقى وانت 61 ربنا يعوض عليك ال 60 سنه شقه، وانت عندك 70 تبقى 72 ربنا يعوض وينسيك التعب والايام الصعبه وشغل عند الغير والحاجه. بس اعمل، ربنا عايز يشوف منك انك تشتغل، انك تتحرك. السعي يتربط بالحركه، ما بتتحركش وما بتحاولش وما بتتعلمش هتفضل مكانك. فوانت عندك 100 احسن ما تنتظر بكره زي بعده زي بعده، والويك اند الجاي زي الويك اند اللي بعده، والصيف ده زي الصيف اللي بعده. حياه ممله، ويعني نعرفش مين اللي قالها بس كلمه جميله، ما تكررش الروتين اليومي كل يوم لمده 40 سنه وتقول لي ان ده اسمه حياه، ده اسمه موت. وصلت دي الحاجات الحاجه الاخيره قبل ما اخلص، انت قلت فكره حلوه قوي، الايام الصعبه دي يا محمود لما محدش بيساعدك واهلك يقفوا قصادك بيعلمك حاجه واحده، انك طاقتك من جوه مش من بره، ونجاحك من جوه مش من بره، وتعتمد على ربنا ثم على نفسك وما تعتمدش على حد. ده اللي انت وصلت له لما تفشل. عشان كده الدرس الفشل مهم قوي. ليه؟ لانك بتبقى لوحدك. ما هو انت لو لوحدك وانت قاعد مع وحدك هتعرف ان النجاح جواك، والاراده من جواك، والتحدي من جواك، وانك لما تقع وتقوم من جواك، والتوكل على الله من جواك، وان انك يبقى عندك الباشن والشغف من جواك. فانت محتاج الناس في ايه؟ الدرس ده لو انت خدته والله ملايين ملايين البشر ما يعرفوش الحته دي، انك ما تستناش معتمد على حد ولا يهمك راي حد، يستوي عندك اللي يمدحك واللي يذمك. انت فاشل افشل واحد في الحياه، متشكر يا عم ده رايك انت ما يخصنيش. انت انجح واحد، انت ما فيش منك في العالم اتنين، كتر الف خيرك. انا برضو شايف نفسي ازاي، ده اللي يهمني. فلا يهمك اللي يذم ولا يهمك اللي يمدح، انت شايف نفسك ازاي وشايف نفسك فين، هو ده اللي هينجحك، هو ده اللي هيوصلك، هو ده ختم انك هتوصل تبقى بني ادم ذو قيمه، انك عارف ان كله من جوه مش من بره. وده برضو اللي ياكد كلامك وكلامي. ما هو انا كريم لو انا فاشل في مصر، يا سلام يا دكتور، ما تشوف لنا فرصه بره نطلع نشتغل بره وربنا يفتحها علينا بره. يا بس انا اطلع من مصر وانا اعمل ايه حضرتك؟ ما هو انا كريم اللي كان في مصر هو اللي كان اللي وصل هنا. لو انت فاشل في مصر هتفشل هنا. لو انت اعتمدت على حد مش مستني الناس تساعدك في مصر، هتستنى الناس تساعدك هنا. فمقومات النجاح هي اللي من جواك، اللي لو اتحطيت في اي بلد وفي اي ظرف وفي اي شغلانه وفي اي علاقه هتنجح، لان ايه؟ الكل التغيير من جوه مش من بره. مهمه جدا النقطه دي. طب دكتور تحب انت بتقول للناس بقى، عايزين ادفايس كده من كل واحد مننا، نصيحه كده قبل ما نقفل الفيديو، عشان بقى طبعا الناس كلها تلحق الفطار ورمضان كريم علينا، فاضل لكم قد ايه؟ عاوزين نسمع منك، احنا فاضل لنا ساعه
ساعة على الفطار، فعايز من حضرتك نصيحة كده في 2 3 minutes نقول لي فيها للناس رأي ونصيحة دكتور كريم علي لإزاي تقدر تنجح بإكويجن دكتور كريم علي عاملها، وراها أديهم الإكويجن بتاعتي فالناس تبقى خدت أحلى هدية في رمضان. خلاص، ملخص حاجتين: عندك هدف او ما عندكش. لو انت عندك هدف وحاسس انك بتحبه وترامى في قلبك، موت نفسك عشانه. لو انت مش لاقي حاجه تموت نفسك عشانها، فمش هتلاقي حاجه تعيش لها. مهما كان الهدف اللي انت لو غمضت عينيك وشفت نفسك فيه تحس بسعاده، امسك يا ابني في النقطه دي اترمت في قلبك وفي روحك، لان انت قدها وانت لازم توصل لها. زي وانت الناس اللي عندها 3 سنين نفسها يطلع لعيب كوره، عنده 5 سنين نفسه يطلع دكتور، اترمى في قلبك الكلام ده. ده النص. النص الثاني: يا دكتور ما عنديش هدف ومش لاقي حاجه ومش عارف هدف حياتي ومش لاقي تارجت ولا اي حاجه. اقول لك تعمل ايه. الخلاصه: جمع اسلحتك عشان لما يظهر يوم الحرب تبقى جاهز. اقرا في البراندنج وفي التسويق ولغه الجسد، اتعلم لغات. ماليش هدف وما عندكش هدف ومش عارف عايز تبقى مليونير ازاي ومش عارف هتشتغل ايه، جمع الاسلحه دي. هتلاقي في يوم من الايام فرصه جات لك، هتلاقي كل نفسك جاهز باسلحتك. الناس الفشله هيقولوا ده حظه حلو. لا، انا بستعد لليوم ده، انا اسلحتي جاهزه، حتى لو ماليش هدف ثقافيا وجسميا وعقليا وترتيب الافكار، وان انا ابقى شكلي محترم واعرف اعبر عن نفسي ولغتي كويسه وقاري في البراندنج ازاي اقدم نفسي في اي حته في اي مجال، التسويق ازاي اخلي الناس اعرف ابيع شيء حتى لو انا مش بياع. دي في النجاح لازم تتعلم البيع. لو انت اتعلمت كل ده، هيجي في يوم من الايام فرصه في شركه، في دوله، في مشروع، في فكره، تلاقي نفسك ركبت على الفكره دي باللي انت بالك بتعمله 5 و10 سنين، حتى لو مالكش هدف. الحالتين هدف تمسك فيه تنجح، ما عندكش هدف عد اسلحتك عشان هتظهر الفرصه وتاخدها. هيقول عليك محظوظ لما انت هتبقى عارف ان انت مستعد لها من الاول. الاثنين يوصلوك للنجاح. دي الخلاصه. شكرا جدا يا دكتور. وانا بقى عايز اقول لك وجهه نظري عن موضوع معادله النجاح اللي انا بتمنى الناس كلها تبتدي تبص لها. اول حاجه، انا عايز الناس تبتدي تقتنع وتؤمن بان النجاح مش مربوط بمكان، مش مربوط بلوكيشن معين هو او ظروف معينه هو مضطر يبقى فيها. فاللي اتولد فقير سهل يخرج من بوتقه الفقر ويبقى غني، اللي اتولد غير متعلم سهل يعلم نفسه ويصبح انسان بيعلم غيره كمان. الانسان اللي اتولد في اسره ما عندهاش المقدره انها توفر له ابسط سبل الحياه، سهل انه يقدر يوفر لنفسه هو سبل الحياه الافضل من اللي وفرتها له اسرته 100 مره. ففكره ان الانسان يتنمر على الظروف اللي هو فيها هو ليس شيء سلبي، بالعكس سلبي لو بيبص له وبيحاربه من غير ما يغيره للافضل. دايما الانسان مننا محتاج يقتنع جوه المجتمعات بتاعتنا اللي فرصه انك تتولد فقير عاليه جدا، وفرصه انك تتولد في مناخ ما فيهوش موارد عاليه جدا. محتاج تتزرع جواك مجرد بقى عندك الوعي والادراك، هو انك تعرف ازاي تخرج وترفض الظروف اللي انت فيها، تعرف ازاي تطور من نفسك وتستثمر في نفسك. احسن استثمار ممكن انسان يعمله في حياته هو انه يستثمر في نفسه، في انه يطور من قدراته اللي هتسمح له ينجح في اي تحت اي ظرف وفي اي مكان. يعني انا مثلا كنت بحكي لمراتي بقول لها انا لو الدنيا قفلت كلها هنا في مصر او في اي حته، انا اقدر بالسي في بتاعي اقدم في اي شركه اقول لهم انا كذا وكذا. ابويا طول عمره، ابويا كان اكتر الناس اللي مقتنعه بانها تستثمر في تعليمي او في قدراتي، فدايما يقول لي انت لما تيجي تقدم في الشغل مش هتكتب لهم في السي في انا عندي فيلا فين، ولا عندي عربيه نوعها ايه، ولا لابس ساعه نوعها ايه، انت هتقول لهم انا كذا وكذا وكذا. فبالتالي استثمارك في نفسك هو اكتر شيء هتتفاخر بيه وتحطه على الورق ويخلي ليك قيمه في كل حته في العالم. عشان كده انا بطلب من كل الناس انها تبتدي تفكر ازاي تهتم في استثمارها في تعليم وتغيير وتطوير من قدراتها، انها تقدر تحسن من اساليب نجاحها. كل انسان مننا عنده قدره على النجاح وقدره على الفشل، والفشل بيؤدي للنجاح زي ما حضرتك قلت. اللي خايف من الفشل معناها ان هو فاشل، يعني فشله هو خوفه من الفشل. لان انت سهل جدا انك تلعب، لو لعيب الكوره نزل المباراه وخايف من انه يفشل هو هيفشل في المباراه، ولو فشل في المباراه هو اتعلم ازاي يقدر ينجح بعد كده. فلو انا فشلت انا كسبت، بس كسبت التعليم، كسبت ان انا ازاي اقدر اغير من طرق فشل احولها لطرق نجاح. كل حاجه في حياتنا هي معطيات،
اذكى انسان هو اللي بيعرف يستغل المعطيات اللي متوفره له والظروف والحاجات اللي متاحه قدامه. عشان كده كل واحد مننا انا بنصحه في مجتمعاتنا الشرقيه انه يحاول يحدد اول حاجه هدفه وحلمه، تاني حاجه محتاج ايه يسيرش كده على جوجل what do I need in order to succeed and become an entrepreneur، ازاي احتاج ايه عشان انجح واوصل لمركز رائد اعمال ناجح او صاحب محلات بقاله ناجح. هيطلع لك بكل بساطه العلم ما بقاش حكر على حد، بقى متاح للناس كلها، بس المشكله في اللي بيسعى وراءه. فانا عايز الناس كلها تبقى بتسعى وراء الحلم وراء التعلم، وهو ده اللي هيبقى خطوات النجاح. رمضان كريم عليكم كلكم، وكرم رمضان كريم عليك يا دكتور، ومبسوط جدا وليا الشرف اني اتكلمت معاك في اللايف ده، وان شاء الله نكرره تاني، واتمنى تكون الناس كلها انبسطت باللايف ده وهنشاركه وهنحفظه. ناس كتير طلبت ان احنا نعمل له سيف نحفظه، بليز. ناس كتير هتتفرج عليه مره ثانيه، وابعتوا لنا يا جماعه عن اي تعليقات على قناه دكتور فكر تاني او على قناه على اليوتيوب الكسيب. الدكتور بيقدم محتوى رائع في مجال الطب ورياده الاعمال والنجاح. محمود علاء الدين بقدم محتوى جميل عن فكره رياده الاعمال وكيفيه النجاح. كورس قريب هينزل للناس على الكسيب، الكورس ده كورس نجاح بيتكلم للناس ازاي تنجح وتبقى ازاي رواد اعمال. دكتور كريم بينزل بصفه دايمه فيديوز عن نظريه الطب وتفهيم الناس الطب من اساسه، مش مجرد كافكار عامه. انا بفهمك الطب مبني على ايه، انا بفهمك ليه ما تبقاش نباتي، مش فكره النباتي والحيواني كده، لا انت مخلوق عصارتك معدتك معموله تهضم لحوم. صح انت لحماجي زي صح. انا لحماجي جدا حبيتك. مش معموله تعمل كربوهيدرات ولا خضروات، دول بتعملوا في البق. صح ايوه صح، برافو عليك. الله انت جامد جدا في الطب اهو حبيبي. كل سنه انت طيب. سلام عليكم. كل سنه وحضرتك طيب. صح ان شاء الله، ربنا يخليك. مع السلامه. تحياتي للجميع. باي باي. مع السلامه. باي باي.